الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم حدث مهم وكبير هو الزيارة ديال الإخوان ديالنا جمعية رجال قطاع التعليم، وهذه المناسبة عندنا الشيوخ ديال قواسم ولاد فرج اللي جاوا باش هما يساهموا معنا في هذا الحفل خصوصا بالصقور ديالهم. إذا هذا اللقاء عنده دلالة قوية خصوصا في هذه الذكرى ديال عيد الاستقلال 18 نوفمبر. إذا حنا كنستقبلوا هذه الأساتذة المفضل الكرام، وهذا كيجعلنا أننا نفكروا في هاد الناس اللي بنوا جيل واللي كونوا أطور عليا اللي كتسير البلد ديالنا المغرب الحبيب، اللي بنى الدعائم ديالو الأساسية والتنمية ديالو صاحب الجلالة نزله الله. هذا اللقاء ديالنا خلانا أننا نفتحوا نقاش مع الأساتذة جميعا حول المشاركة ديالنا، لأنه نحن لا نؤمن بالمساقعين بالتقاعد، بل نؤمن أن الإنسان يعني يمكنه أن يساهم دائما من كل موقع رغم سنه، ولكن يمكن أن يساهم في التنمية المحلية وفي التنمية سواء على مستوى الثقافة أو على مستوى الرياضة، نظرا لأن التجربة ديالهم قوية والكبيرة. مرة أخرى كنقول لهم مرحبا بكم في نادي الدفاع الحسين الجديدي للبيئة والرياضة البحرية، وغيكون عندنا إن شاء الله واحد جلسة عمل باش نشوفوا شي شراكة اللي غادي يمكن لنا أننا جميعا نساهم في تطوير وفي مساعدة الأطفال ديالنا والشباب ديالنا بمدينة الجديدة. وشكرا. يسرني باسم جمعية متقاعدي أسرة التعليم بمدينة الجديدة، وحنا كنتواجدوا بالميناء لإقامة الحفل، هذا الحفل اللي هو بشراكة مع جمعية صقور القواسم دار مولاي الطاهر وجمعية نادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئة والرياضات البحرية. هذا الحفل هذا كنحيوا فيه تحت شعار المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، بالمناسبة اللي هي ذكرى عيد الاستقلال اللي هو يوم 18 نوفمبر، وحينا فيه الذكرى ديال المسيرة حتى هي كنا درنا فيها واحد النشاط اللي هو حضروا الجميع باسم الجمعية وحضروه المتقاعدات والمتقاعدين، وحتى ذاك الجمعية ديال الصقور عندهم اليوم العالمي ديالهم اللي هو 16 نوفمبر. وقعت بيناتنا واحد الشراكة ما بين نادي ديال الدفاع الحسني الجديد للرياضات البحرية وجمعية الصقور القواسم مولاي الطاهر، وحيينا هذا النشاط هذا اللي حضروا واحد العدد وافر من المتقاعدين والمتقاعدات ديال أسرة التعليم بالجديدة، وشخصيات كثيرة اللي هي وقعت جات من فاعلين جمعويين وصحفيين اللي حضروا لهذا الاحتفاء الرائع اللي يتواج بخرجة البحر في زودياك وقارب، اللي يعني قدم شتي احمد غزواني قدم لنا واحد اليد يعني يد مطلوقه في وساهم معنا في الخرجه في يعني يخرج المتقاعدات والمتقاعدين بيدو، قال الكلمه ديالو، جاب الناس ديال جمعيه الصقور اللي هما غادي يفرجونا بديك الرياده ديالتهم حتى والنشاط ديالهم، ويدخلوا لواحد القارب ديال باش يتعرفوا على عده وسائل اللي هي كتستعمل في البحر للوقايه. هذا كنشكره من هذا المنبر، وكنشكره السيد رئيس ديال النادي الدفاع الحسني الجديد للرياضات البحريه، لانه ما بخلش علينا باي حاجه وجدنا الفضاء والعاملين معاه الطاقم اللي معاه حتى هو مدنا بيد المساعده. وهذا الاحتفال راه حنا ما يعني بقى عرف عندنا دائما في اي مناسبه وطنيه كتقيمه جمعيه اسره التعليم بالجديده، جمعيه متقاعدي اسره التعليم مدينه الجديده. وشكرا.